احنا في صدد هذا الامر اللي كنشوفوه في بعض المواقع الالكترونيه اللي كيعطيو بعض الاخبار اللي اخبار مغلوطه اللي كيغلطوا فيها المواطنين والسكن البيضاويين بطبيعه الحال. في اطار هذا الاشهار اللي هو غير مرخص وغير له معنى من الصحيح في هذا الاطار اللي كيقولوا بانه عنده واحد الوجهه اللي كيمشي لسائق سيارة اجره. بالعكس سائق سيارة اجره كيمشي لاي وجهه كيطلبها الزبون تيكون مطلوب انه يدي اي وجهه ديالو بطبيعه الحال. وهادو هما الامور اللي كاينه في القرار العاملي اللي حنا اللي خرجته الاليات لنظام قطاع سيارة الاجره. هاد الاشهار اللي داروا هاد البلاك اللي لا داعي لذكر الاسم ديالها اللي غير لها معنى من الصحيح اللي المفترض انه يكون طاكسي موجود لخدمه المواطن. وهاد المساله هادي غير مطلوبه وغير مؤهله لحد الساعه هادي. الحقيقه ديال هاد المساله اللي تيقولوا هاد المواقع اللي حنا شفناها قريناها اللي تيحقها ما عندها شي ضمانات اللي كتوجه هاد المساله هادي لان كنلقى لي قضيه غير واضحه وما كايناش. لان ما دام الطاكسي موجود اي مواطن خصو يدي الوجهه ديالو. مي مساله انك تدير البلاكه وتحدد فيها الموقع هو تيكون الزبون الاولاني هو اللي كيختار الوجهه بطبيعه الحال. مي كيبقى دائما مفترض الزبون الاول. من الحقيقه اللي كنشوفوا دابا ديال هاد البلاكه اللي داروا فوق سياره الاجره اللي هي باقا ما مطلوباش. عرفناش هاد الموقع اللي حطها دابا ما عرفناش كيفاش تحط هاد المساله هادي. وحتى لو كان مفترض انها تحط دائما كيبقى الاولوي للزبون الاول. في الوقت الحالي جاوا بعض الشركات دير واحد بيبليسيتي وكيدير واحد الدعايه دابا كدور في بعض المحطات وفي بعض الفنادق المصنفه بطبيعه الحال لهذا المنتوج الجديد اللي دايرين به ديال الاشهار اللي هو فوق السياره اللي هو تيقولوا بانه عندهم العجلات وكذلك البطاريه وكذلك واحد المبلغ كيعطيو شهريا. هذه المساله اللي باقا ما كاينش اتفاق مع ولايه الجهه بطبيعه الحال في هذا الاطار هذا. وكتعرفوا بان القرار العاملي ممنوع في الاشهار وحتى لك الاشهار وفرضت الولايه كيكون واحد الامر من الولايه بطبيعه الحال اللي كتكون مشرفه عليه بطبيعه الحال. ما كنفرضوش على الزبون ياخذ واحد الوجهه معينه ولا حنا كنفرضوا عليه باش ياخذ. حنا هذيك كنبينوا للزبون باننا حنا راه غادي لواحد ديستيناسيون واحد الوجهه اللي عندنا غنمشيو ليها. وكنبينوا للزبون ثاني اللي غيركب حنا غادي لواحد اتجاه معين. وحنا ما عندنا حتى شي علاقه باش نفرضوا على الزبون حنا ندوه فين ما بغى هو فين ما بغينا حنا ولا ندوه لشي بلاصه اللي باغين حنا. هذا الشيء ما كاينش لا علاقه له ما عندوش ما كاينش في القاموس ديال الطاكسي. وحنا بيننا وبين الزبون هو العداد. العداد كيركب معنا الزبون كنخدموا العداد ديالو كياخذ لا ديستيناسيون الوجهه اللي هو متجه ليها. وهذا الشيء اللي بيننا وبين الزبون وما كنفرضوا حتى شي حاجه.